لكن شريعنا ولله الحمد والمنة مبناه عمق تبل كون الله مخنياته مسرته نايم قشا ملك زيبلو تصريتون تقول لكم نتاع تقطري خلقا ملائكاتات كم سبكم سولو كم زقولو ابتز حلفو قليز كن نتاع هوتون خطر فيلو كابا يبلع نيوتو طرح تترفو له مالتي كم سبكم سولو كل لكم نتاع تقطري خلقا ملائكاتات كم سبكم نتاع هوتون خطر فيلو كابا يبلع نيوتو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد كبرى تحواتين أحتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نهم بقار زجمرنا تحستو أقداسي زخوني بزعبا ركن من أركان الإسلام انتايوتن أركان الإسلام زبل تحستو نعوك نقلت إنايلنا أبتي زحالفة كمتي زغلتنايو بزعبا حديث جبريل أب رواية مسلم زركب حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه نتحديث بحافشة رئينا نتحديث ونقلتنا لومي كابتي أمتاز آناي جبريل بس رسول عليه الصلاة والسلام كوفي لك حتم كله بزعبو كاب زحاديث زي انتاي فوائد نركب زبل ابتي زحالفة زي جمرنا حج دماني نعو كن تنتن ويدماني كن قلتنا مالتيو كابتي حديث جبريل انتاي نردو نرسول عليه الصلاة والسلام مجيو حتيتوهم كم سب تمثيلو حتيتوهم ملائكاتات كم سب كمسولو كم زخولو ابتز حلفوين قليس انها مالتيو مو ميزيو كحاتم كلو هدي إلو كوفيلو اقامامتا ادب زلو كوفا بهلا ابق المرسول صلى الله عليه وسلم كوفيلو كمو دماء بزوح التتات حاتيتوهم نرسول حاتيتوهم كبقع كملسولو خلو حق خائب لهم نيرو حتى صحابة تقرمهم انتاي دقالو حاتيتو خبقع حق خازب لهم إلهم تقرمهم إذا قد دايزي جبريل مخانو دماني دحرين النبي عليه الصلاة والسلام قليس أمو لهم مالاتيو كابتي فوائد نايزا حديث زي إن رخبون تيهلو جواز دعاء النبي صلى الله عليه وسلم باسمه نرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله يا محمد يا نبي الله إلكا تتقوعم يا محمد إلو دماني تقوعوهم جبريل عليه السلام أمو النبي عليه الصلاة والسلام هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم كابلوهم بأري يا محمد الكاك تصوعهمين يفكد مخانو يرديو يبلغ العلماء مالتهم لكن نزي يا محمد إلو جبريل حاتيتوهم يا محمد أخبرنا عن الإسلام إلوهم بشمم نتسئلو تصوعهم أمو مستا آية أب قرآن أب سورة النور مبل سوسان سلستن آية زلا لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا تبل كم تن نحد عركم تتصوعوا ومقيركم أي تصوعوا من رسول تبل مالت تي أتصوعان رسول صلى الله عليه وسلم يا نبي الله يا رسول الله الكاخ تصوعم دلكا كم تحديث ابن مسعود حدثنا الصادق المصدوق بلوم نيروم الأمين بلوم نيروم بنتسأل بشمم بجيكا خبر حق دوموت وكاب هاقر يا محمد دأمبري بلوم نيروم الله سبحانه وتعالى وين لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا إلو سلازم سيزي بمنتين التحاحوزو إبلو من الباش جبريل كحاتم كلو كدمزا آيازي أختكوون تخيلي لهم ويد ماني تقوداي إفك المخانوين يردي إبلو علماء نزي بزوح تنتاني وين اللو مالتيو طيب ومن فوائد هذا الحديث جواز سؤال الإنسان عما يعلم من أجل تعليم من لا يعلم جبريل عليه الصلاة والسلام كم حتاتاي كوينو يونو رسولي حتم نيرو رسول دماني يمول رسولو نيروم كابزي انتاي نردى يبلو علماء حادثة فليتوان كولو تا زحتان دولو كحتت يفكو دئيو نتوم زي فلوتو كفلت انتا دا عدليو كومو دماني كاب إذا كامن تاين ردوا إليهم لأن جبريل كان يعلم الجواب جبريل نسي نرسل وحي زورد لهم يفلت لكن يفلت مخانوين كملسلو خلو النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا عن الإسلام إليهم نرسل عليه الصلاة والسلام نجرم أركان الإسلام صدقت إليهم أخبرنا عن الإيمان إلو حتيتهم أركان الإيمان مسنقروا صدقت إليهم إذن يفلت جبريل ولكن إذا
إذا قصد السائل أن يتعلم من حول المجيب فإن ذلك يعتبر تعليما لهم. لك كم ده مهار كايم تقول صار الله خام نالباش حج أحد الشيخ عبي في التزلو ناي قرآن مثلا نمت أحكام ناي تجويد دخاخت حتو ويد ماني زخوني تنتاني شرح تدليا تفسير تدليا ندفلت كا خلخا شيخنا زي اسن تاي مالتي تفسيرا الكات حتم قصد نات كان تاي دلو توم سبات كملو سلكان كلو من تخسمعو مالتيوم نسخا نسو كعلمن كلو اجر لو نسخا دم ان تحاتاتاي دماني بزي حتو حاتيت كاكالو سلسته تقمو نسخاون لكع كم زعلم كايوم تقصر مالتيو مخنياتو النبي عليه الصلاه والسلام بعلوم علمهم كلو انتايلوم جبريل مطيو دينكم كعلمكم الهمم من يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم من يحاتيته جبريل يحاتيته جن حاتاتاي كوينو كم زي فلت كوينو سلازفلتهم كعلمكم متي إلهمهم إذن أنت تبوق حتو غير كحاتيت كا نحدي فلات زخوني قالوا سبات كتقومون كلو نسخالك كم دعلم كيوم تقود سرال لخا وهذا فضل الله. ولذلك كابز حديث زي بزحنا فوائد نركب ومن فوائد هذا الحديث أن المتسبب له حكم المباشر إذا كانت المباشرة مبنية على السبب. سلازم بقاري كم زخنو بلودس أنحنا حادة سب انت دعا نحاد تنقر تنك انت الأخوينو نسو لك كم سرحي يخونا اللو مالتيو أب زخون مالتيو أب ناي خير يخون أب ناي شير يخون سلازي أب خير نخير كتبقس انك اللخا نخير نخسر راح نعميس كي نخيد اب مجلس ني علم اللوبزي الكا بزحات سبات حيس كايم كيد كا بمكينا قاديو بزخون بوتا بزخون قدا حيس كا اكيب كايم كوفي الكا تعلمهم زم سبات زياتهم نسخا لك كم زعلم كايم يخا تقصر مخنياتو سبب سلا زخون كامالتيو. ومن فوائد هذا الحديث كابزا حديث ناي جبريل انتاي نردا بيان ان الاسلام له خمسة اركان مبار اسلمنا حمشته أركان الله مالتي حمشت عند تات الله كم النبي عليه الصلاة والسلام نجبريل زمر لسلو الإسلام لهم أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا إلى ما. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا بد أن يشهد الإنسان شهادة بلسانه موقنا بها بقلبه أن لا إله إلا الله بأري حدث اسلمنا تقبلوا اسلمي وكتب لهم ترى اخوينك ناي قدن بلسانو خجلت قالو تا شهاده مالتيو مخنياتو انت اتبل انت يميلو النبي عليه الصلاه والسلام ان يشهد يعني شاهد انت دا اخوينو كمسكر انت دا اخوينو بقالو يد مسكر مالتيو لكن بقالو كمسكر كله انت اذا امنوا له مالتيو لبو امينو بقالو انت دا ارغاغيصو اذا سبزي عمنتي آتي لو مالتيو أب إسلمنا آتيو إبهال مالتيو إذا لا إله إلا الله دماني لا معبودة به لا معبودة حق إلا الله مالتيو بحق عبادة زقبو بجك حد الله تزيكونو كالي يلن مالتيو فتشهد بلسانك موقنا بقلبك أنه لا معبود من الخلق بلب أشهد أن لا إله إلا الله كتب الكلخة أب لبخة إذا إمنتزي يقين كل وكاله من مزيد أرات أرنجر كخون يبولون ما أدت أرات أرنجر كله يبولون قبل بقى بقالك كتب لا إن كل خمالتيو إنتي مالتيو بيجيك حدا الله تزي كونه أبزي كون زي زخون يخون لا ملائكة يخون ولا نبي يخون ولا صالح يخون ولا دبس حي بس أحد رجو عبادة نرب زقبة نوعه كتوعلو إذا شركيو إذا خل كلي مالتيو إذن بحق عبادة زقبة تذلل تقبرلو تحتنا تقبرلو عبادة تقبرلو الله سبحانه وتعالى ترحي كالي كني بات إلي مالتيو. ولذلك ربنا عز وجل أبصرة الحج مبل سسان كلتن آيان تايلو ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. الله سبحانه وتعالى هو الحق الذي يعبد بالحق بحق عبادة زقبو هو الله سبحانه وتعالى وأن ما يدعون من دونه نربي قديف كان دبت حيب سحد رجئو ما نم يخون انت دا عبادة انت دا زقبو خينو من دون الله هو الباطل باطل مالتي وأن الله هو العلي الكبير لعل زخوني عبي زخوني زدارقو زي بلو هو الله سبحانه وتعالى نعود رحي دماني عبادة
زقباء مالتيو كم دماني ومن فوائد هذا الحديث كابزا حديث زي أركان الإسلام كقولت له خلو ويا الإسلام كقولت له خلو دحري شهادة أن لا إله إلا الله النبي عليه الصلاة والسلام انتهي إلى مو وبشهادة أن محمد وأشهد أن لا إله إلا الله مسبلك وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تبل. إذن هذا الدين لا يكمل إلا بشهادة أن محمد رسول الله. أنا لا إله إلا الله لا ينتحر له محمد رسول الله أنت أعرفه أسلمه أيبه له ناي جدا بمحمد ابن عبد الله القرشي الهاشمي إذا رؤوخ ناي ربي مخانو كتمسكر هالك مالتيو. إذن كلتين بحنسب تقارنا بحادئين زخدا مالتيو. ومن أراد تمام العلم بهذا الرسول الكريم فليقرأ القرآن وما تيسر من السنة وكتب التاريخ. لا إله إلا الله محمد رسول الله حانتي أن تقارنين زخدا شهادة ملو أي كونينيو مسكرنتك بقع أي كونينيو إسلمنا خاون تخكل أي كونينيو محمد رسول الله مسأ تقارنا تخيري مالتيو. أن رسول صلى الله عليه وسلم جمع شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله في ركن واحد أركان الإسلام كقولت له خلو النبي عليه الصلاة والسلام تقدمي تنتهى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كلتين حنت ركنين بدحريو ويقام الصلاة بالمالتي. إذن تا لا إله إلا الله محمد رسول الله حنت ركن يا مالتيو مهناتو دخون يكون عبادة أبقى المربي تقبالنا تنخركب كلتي إن كمال علون. أولا إخلاص عبادة تقبرو لله الكاه تقبرو لك حادي نبينو نبحث تخت قبر لك عن رب سبحانه وتعالى كالاي بمن قدين اي رسول صلى الله عليه وسلم عبادة تقبر لك مالتي. إذن بأري عبادة خاون تقبالنا تنخركب إذن كلتي كنت إذن كلتي شرط خمال أسل زلون شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حنتركن يا مالتي. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث بزوح لنا بني الإسلام على خمس لهم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة. إذن ركن من أركان الإسلام تقدميتي بوحدانيا نيرب برسالة نيرسول صلى الله عليه وسلم كتأمن ألك همالتيو. كم دماني من فوائد هذا الحديث كبزا حديث زي كب حديث جبريل النردو أن يأتي بها مستيقنا حسب ما جاءت به الشريعة يعني إقامة الصلاة أنه لا يتم إسلام العبد حتى يقيم الصلاة. إقامة الصلاة صلاة بقبو غير أنت عديس قد كوينون أسلمون ملو أي كونين مالتي لا يتم إسلام العبد حتى يقيم الصلاة. إقامة الصلاة كبهالون كله واجب زخون الله كامل زخون الله واجب انتاي أقل شيء ويبزو حده إتن أركان دخونان إتن واجبات دخونان نعينا مالكا كتسجدنا لك مالتي. إقام الصلاة زبها الدماني نزخل زي زمال زخونا مالتي الكامل دماني كل أقوال نيرسل كل سنة نيرسل بمول أجر كاتم تأخل لقوا. لذلك صفة الصلاة نبي صلى الله عليه وسلم كمين يروع السجاق دوم بمول وفليتنا لك كم تان نيرسل كنسجدنا لنا مهنيات ربنا عز وجل صلاة دي كون إززنات راح عب قرآن يكون كوم دمان أبسنة عزيزنا يدلنا إقام الصلاة. إقام الصلاة مالت بقبو غيركا كتقما ألك هذا الصلاة زي أمالتيو. من فوائد هذا الحديث كابزي فوائد نايز حديث زوين إن رخبو دمان تألو أنه لا يتم الإسلام إلا بإيتاء الزكاة. زكاة ديوت انت دا اخوينو حدا سبوين اسلمون املو كونا يكلني لانه اركان زيتن عندنا اسلمنا ان مالتهم. والزكاه هي المال المفروض من الاموال الزكويه كابتن رب سبحانه وتعالى كوتا اللون زي تبحال الملكعتات بان غيركا نتم زغبوم تبصحالو مالتي. هذا هو اقامه الصلاه كوم دماني ني حدا سب ايمانو ملو ويدمان اسلمون املو ايكونلوني حتى يصوم رمضان. وأما صوم رمضان فهو التعبد لله تعالى بالإمساك عن المفطرات كابز بالله عن كابد ستين كابتا وقحتا جمير كاكساب غروب الشمس تتقوم زاني رمضان ورح دماني حانت كابتن أركان الإسلامية. وحج البيت دماني كئلت زلون تد أخوينو دماني أما كخيدو أما كازفت أمن أب عارف هزو عن كل تدكناو ني حج دماني كمال دماني إزي مع استطاعة أن تدخلت هاللوخين ومخنات ربنا عز وجل فاتقوا الله
مستطعتم يبل ابسورة التغابن ازي قدايزي ازي ني اركان الاسلام عبيين اقداسين سلزوكوني ان شاء الله عبد مصدماني بزيادة تنتانيو كنرئينا مالتيو وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. كبرى تحواتينا حتين حزنا يدوس أنحنا تحستو نعو نغتصل مالتيو أبتي قداي ني حديث جبريل إنازلنا جبريل عليه السلام نرسل عليه الصلاة والسلام متيو حتتات حتيتوم النبي عليه الصلاة والسلام ملي سمولو إذي دمت كم سبت مسيلو إذي كحاتي دت أنحى فلتكم ودو إلى مما النبي عليه الصلاة والسلام أي فلتنا مسولوم جبريليو أتاكم يعلمكم دينكم أو دينكم إلى مم النبي عليه الصلاة والسلام. سلزي كابزي حديث ناي جبريل بزوحنا فوائد نرخبه مالتيو. أولا تن أركان الإسلام النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا عن الإسلام مسبولهم تن حمشت أركان نجرمه كابتي تنتاني زغلت نايو بزعبا ناي حاج نيرو حاج دماني ركن من أركان الإسلاميو. لكن كابتي قواعد المقرر عند العلماء حج كل جزي مساء أنت أتمت لمن استطاع إليه سبيلا كل جزي إقام الصلاة تاء الزكاة صوم رمضان وحج وصوم رمضان نقول أبت حج البيت كن بتصحك لنا أنتين بالمالتي لمن استطاع إليه سبيلا مخناته سنك يد لك تعنا يد لك سلزخنة بخلت كلت أنت رألك خوينون كل زمالة حج كتكبر حد ركن من أركان الإسلاميو. لكن شريعنا ولله الحمد والمنة مبناه أمنتاي ندك سبات دي شقر سلزخنة من استطاع إليه سبيلا يلو ربنا عز وجل ون فاتقوا الله ما استطعتم يلو كابت قواعد أساس دخونة ناي إسلامنا علماء زغلت وانتاي بلو أنه لا واجب مع عجز واجب كايو أي بهالنو انت دعديك الكوينو حدسب ولا محرم مع الضرورة إزي حرامي كل كوليو أي تبولعوني خويا ستيوني خاينو بلونا انت دعا تتأقيمون تأبيبون انت دعا خوينو مالتيو انت دعا أبرا خالو نمسالي كمودليو ميتا دموتي اي بلعني حرامي لكن نتا هيوتو نخطر فيلو كابا يبلع نيوتو تراح تترفو له مالتي حجي ولا محرم مع الضروره يبلو علماء مالتيو. طيب كابزي حديث ناي رسول صلى الله عليه وسلم حديث جبريل ومن فوائد هذا الحديث وصف او وصف الرسول الملك للرسول البشري محمد صلى الله عليه وسلم بالصدق. إذي رسول ملائكة زخوني نرسول صلى الله عليه وسلم بشر زخونو مسم الله سلم انتايب لهم نيرو صدق تايب لهم نيرو أخبرنا عن الإسلام بزعبا سلمنا نقروني إلوهم إسلمنا خمزين كمزين إلوهم حمشت المس نقروه صدق تايب لهم. أخبرنا عن الإيمان إلوهم بزعبا إيمان شدشت إن أركان مس نقروه صدق تايب لهم مبقاري إتي ملائكة رسوليو والنبي صلى الله عليه وسلم دماني بشر رسول يوم مالت يوم اتي ملائكة رسول زخوني نتي بشر رسول زخوني انتايلوم وصفه بالصدق. ولقد صدق جبريل فيما وصفه بالصدق فإن النبي صلى الله عليه وسلم أصدق الخلق. النبي صلى الله عليه وسلم أصدق الخلق يوم. ولذلك ابن مسعود انتايلو حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدق له وجبريل دماني النهل كادماني صدقتا الوم نرسول عليه الصلاة والسلام. إذن بمنتاي وصفهم بصادق وصفهم جبريل عليه السلام. ومن فوائد الحديث ذكاء الصحابة حيث تعجبوا كيف يصدق السائل من سأله. كابتي ناي صحابة كل كنتات ناي رسول عليه الصلاة والسلام سنبورو كل يوم دستباهلو نيروم إذي سبقاي متيو كحاتت كلو كلاتهم دامتوهم نيروم يسمعو نيروم حاتيتو خبك عقخا قبلهم كلو صحابة تقرمهم
عمر بن الخطاب رضي الله عنه انت يلو فعجبنا له يلو تقرمنا يسأله ويصدقه يحتم عدب زلو حتى غيرو مسمول سلو دماني صدق تايب لهم نيرو نبحقي تقرمنا يلو مهنياتو كل اجزي حتى تاي تخيلو انت يو زي فلتيو زي فلت انت الاخوين دما مستمول سلو حراي لدى عمبر صبر حق خاز بلسي كما يو إلهم تقرمهم مالتهم. لكن هذا العجب زال حين قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبريل اتي زقرنا موزن وورو كميد بليو قاشا خينو بلو قاشا يكونن مالتنا قاشا ملكت زي بلو ودعا دخينو بلو ودعا ديكونن كلاتنا ينفلتوني نايلوم اندقنا دم حاتيتو خبك عدماني حق خائب لو بنيرو زخول زي بتعم تقرمهم نيروم تزقر رموز نبورو قن تعجب رموز نبورو بدحريو تفتيح اللهم مالتيو تملسي رخيب أمو انتاي خوينو مالتيو هذا جبريل لما من النبي عليه الصلاة والسلام إذا حتى تسألح إذا تقر رمولو زلهم جبريل اندي لهم حتى قال السحابة يبلو واتيقوم كريئوا يلوم كابت مسجد درو كريئوا أي كألون مالتيو. ومن فوائد الحديث زي حديث جبريل زي كابتي فوائد تغمتات النرغبالو أن الإيمان يتضمن ستة أمور. إيمان شدشت نقرات تغليلو يركب مالتيو. الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره. زي شدشت ركن كندي مسرد ناي إيمان حزوزلو مالتيو. زي أصول الإيمان يبهال أصول العقيدة يبهال أصول تبهال له مسرته ويستبهال مخنياته زي شريعة زي ويزن أركان زيادة كلهم أنبياء حزم ودمتيو أصول الشريعة أصول الإيمان يبهال مالتيو. ولذلك زي الإيمان زي شدشت نقرات تغللو يركب مالتيو. ومن فوائد الحديث كابزا حديث زي نرد أو نقر انتهالو التفريق بين الإسلام والإيمان. إيمان إسلمنا ننناتو تحستو له وهذا عند ذكرهما جميعا. الإسلام والإيمان بحنساب تقارينا انت دا تقيس كاين إسلمنا مالت زنزني إيمان إز مالت الكختنتنو تخيل. فإنه يفسر الإسلام بأعمال الجوارح. إسلمنا نبينو انت الآن نتسئل كانت الأخت قلت سوخينك أعمال الجوارح بأكالات كاد سرح زفتس أمزخوني الإسلام يبهال. والإيمان بأعمال القلوب. أعمالنا يقلوب دماني كل دماني إيمان تباهلو دماني يقلت مالتيو. ولكن عند الإطلاق يكون كل واحد منهما شاملا. لكن بزعبا سلمنا قلت انت الآيل كحجي سلمنا الكان بينا انت نتسئل كانت الأزارة بالله خوخينك الإيمان أبوش تقلو مالتيو. بزعبا إيمان كنزاربين أنت لعلك إسلمنا وين أبوشت الله انتايب له علماء مالاتيهم بحانساب انت لعا قوارين كخلتين زكير كاين نناتن تنتاني اللوان انت لعا نبينا بنتسلا تقيس كاياقن كلتي اندماني بحانساب تقارين اللوان مالاتيو. ولذلك ربنا عز وجل أبصرة المائدة ورديت لكم الإسلام دينا خبلنا خلو انتهي مالتي كله مس إيمانه مالتي. ومن يبتغي غير الإسلام دينا خبلنا خلو دين كبهالون كلهم باري كلتي دحازئيو الإسلام والإيمان دحازئي مالتي يشمل الإسلام والإيمان دين كنبل كلنا مالتي. وأن الله مع المؤمنين إبلنا بقرآن بسورة الأنفال مبرعة سرطة جعات آيان مسالي وأن الله مع المؤمنين زنتاي مالتيو يعني الإيمان والإسلام بحسب تقاريننا اللوا مالتيوم كمون فتحرير رقبة مؤمنة بالكل أي مسلمة مالتي يشمل الإسلام والإيمان مالتيو. سلزي من فوائد هذا الحديث العظيم أن الإيمان بالله أهم أركان الإيمان وعظمها. كابتن أركان الإيمان قدامي تغنتكس كلنا أن تؤمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره نبل. إيمان بالله أهم أركانه تازل على تلعل كله أينيتي تقند دحر دعلك هو الإيمان بالله. الإيمان بالله كن بالك لنا انتهي حيزله يتضمن الإيمان بوجوده وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. يعني الإيمان بالله كن بالك لنا نرب سبحانه وتعالى هلاوية الرقاقة الله حدي
رب سبحانه وتعالى وناني مكانو ناي كلو الحمد لله رب العالمين رب مالت ناي كلو وناني زخوني إلكا تأمنا لخا كومو دماني هو المعبود نعود راح عبادة زقبو نخالي عبادة زقبو يلن إلكا دماني أبو يحيز الله وأسمائه وصفاته بأسماتنا ربي بمجلس إتاتنا ربي سبحانه وتعالى بكل تأمنا لخا مالتي إذن الإيمان بالله يتضمن نزخل زي حيزو يركب مالتيو كومو دماني كابتي فوائد نيز حديث حديث جبريل دماني إثبات الملائكة والملائكة عالم غيبي أن تؤمنوا بالله وملائكتي خلو بلنكلنا ملائكة بزيئتهم نأمن مالتيو انتايوم عالم غيبي أم وصفهم الله تعالى بأوساف كثيرة في القرآن بعيننا أين ريومنا أبو قرآن الكريم ربي بزوح مقلت إتات جيرو قلت ومالو مالتيو وصفه النبي صلى الله عليه وسلم في السنة انتايوم كما يوم كم انتهيت خليقهم كله رب العالمين القرآن الكريم قال لنا مالتي والإيمان بالملائكة طبعا اتهم القرآن تتقوسوا بأسماتهم نعمل مالتي دي تتقوسوا دماني بصحات الله وملائكاتات خلق عبيد من عبيد الله كلاتهم كلاتنا عبيدنا يا ربي باروتنا يا ربينا بزحاتهم كندزيل كحد قلت أم زي تخيل عباد الله المكرمون ربي زبلتهم مرتعت زخونيهم زياتهم بحافشة تأمن مالتي الإيمان بالملائكة قال حتى مجلت يوم كي ترفى نجبريل عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام كل تجزير يبلو جبريل كم سب تمثلو متي حتيتهم بتي ربي زخلقه خل قادم ما نري يبلو نجبريل شدش تميتي قل قل قالوا قل قل ناتو مزرقحو سد الأفق نزي سماي نزي بمولو تاجروا مزرقح مالتيو يعطوا يشوفونه مالتيو بتعمي جزو جزو في النزلو عبيز خانة خلق من خلق الله مالتيو الملائكة زي أتوم نصدق بوجودهم ونحبهم نفوتهم دماني مخنياتو عبادنا يا ربي باروتنا يا ربي ربي زبلوت أم سلزخونو نزي آتهم دماني قائمين بأمر الله تزازنا يا ربي زفوت أمي أم ولذلك ربنا عز وجل ومن عنده إلو أي الملائكة لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون إلو أي لا يتعبون ولا يملون ديه كي زخونو رب العالمين كم غير خليقوهم زي آتهم عباد مكرمون يسبحون الليل والنهار لا يفترون دخام زي سمعهم ليتن كترن عبادة يقبرون ربي دحرايك أنت يبلو ما عبدناك حق عبادتك يبلو كبتزق باقيرنا عبادة يقبرنا دماني يبلو مالتهم إذن إذي حادي كابتي الإيمان بالملائكة خبها كن آمنوا زلنا ومن فوائد هذا الحديث وجوب الإيمان بالكتب كتب رب زوردون حنت كابتن سلسيتي ناي أركان الإيمان مالتيو رب العالمين زوردو متحف تخمزلو نأمن مالتيو ربنا عز وجل لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان لو بسورة الحديد ولذلك كتب حزم دموت أنبيائهم بت كتب ناي رب سبحانه وتعالى زوردو إجمالا نأمن مالتيو بتن تنجيرنا نازلوا القرآن دماني بأن دماني نأمن مالتيو لكن رب العالمين زن فلتن زبور إنجيل تورات صحف إبراهيم صحف موسى راح يكون كاليون بزوح ربنا عز وجل زوردو قالو إجمالا رب زوردو كتب بؤدماني نأمن مالتيو كومون كابتن أركان الإيمان انتيالاتنا وجوب الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام لأخاتنا ربي بزحاتهم بزحات رب سبحانه وتعالى لأخو ولقد أرسلنا رسلا من قبلك إلو ربنا عز وجل أبصرة غافر ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك زتنقرنا قالوا زم عسران حمشتن أنبياء زتنتقصوا نبقوا نعمن قالوا الدماني أبا حديث دلو يكون ويدماني بجملة رب سبحانه وتعالى زنقرنان زينقرنان بخلاتهم كمستل أخو دماني نأمن مالتيو إذي الإيمان بالرسل كهون كله والإيمان باليوم الآخر كومو دماني مش أرشا خمزلوا زاد الدنيا زي مش أرشا ساعة خمدلواني مش أرشا معلت خمدلوا قيامة خمزلوا دماني إذا حادي كابتي ركن من أركان الإيماني كومو دماني ك
كابتي ركن من أركان الإيمان دما حد انتهال لنا مالتيو الإيمان بالقدر خيره وشره أبزي كونتازي أبزي الدنيازي كل دفتسم بقدر نيربي بحكمة نيربي بوساني نيربي مخانو دماني بقضاء وقدر خيره وشره كابربي إزبل دماني إمنت كلونا اللو مالتيو بدحريو بزعبا إحسان حاتيتوم بزحريو بزعبا قيامة حاتيتوم كومون أماراتنا قيامة حتيتوم زخلو زي إن شاء الله ربي عدمنا عدمكم كنوحو نخلو تنتانيو كنرينا مالتيو تا عقد داسيت أبزي تحستو ناي دروسناتنا نريو نقدس على إن شاء الله بزعبا أركان الإسلام كخوني مالتيو كابزي حديث جبريل تبقيسنا تنتانيو أبدمتز كنرينا مالتيو ونسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وصلى الله وسلم على نبينا محمد.